ما شاء الله العمرة ما حصلتش من سنين فاتت، زحام 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 فوق الوصف، والتنظيم ما شاء الله السنة دي ما شاء الله يعني كويس. كيف شفت أجواء العشرة الأواخر في الحرم؟ الحمد لله كويسة جدا. هو الاختلاف بس السنة دي عن السنين اللي فاتت، احنا كنا بنصلي، انا كنت متعود اجي عمرة 10 ايام على طول، كنا بنصلي دايما 20 ركعة، السنة دي خلوها 10 ركعات تيسيرا للناس للظروف اللي موجودة فيه. الحمد لله الأجواء طيبة، أجواء إيمانية، وربنا يبارك في القيادة السياسية، جزاهم الله خير وبارك الله فيهم، وما قصروا على خدمة الحرمين الشريفين، يعني ترتيب أكثر من رائع، وبارك الله فيهم، ويعني نثمن جهدهم هذا المجهود، وربنا يبارك في القيادة بالكامل. يعني أجواء الحرم حاجة طبعا هي أجواء إيمانية مليئة بالإيمان،